الكنيسة هنا حاسة بإيه يا دكتور صفوت؟ يعني وضعيتكم إيه دلوقتي كمسيحيين في مصر؟ يعني عايز أقول إن فرقت ثورة 25 يناير فرقت في المسيحيين يمكن أكثر من إخواتهم المسلمين. ليه؟ كان المسيحيين أول ما تحصل مشكلة يلجأوا إلى الكنيسة، الحقونا خدوا مرتبونا، الحقونا هيخطفونا، جوه الأسوار يحتموا وداخلها يصرخوا. بعد ثورة يناير لا يمكن أن تقول أن الكنيسة تهيمن على الشارع. بمعنى يا دكتور؟ يعني ما أقدرش أقول لابني ليه رايح الميدان النهارده، ما أقدرش أقول يعني. بس أنا أتذكر تماما أن يعني البابا شنودة يعني رحمة الله عليه كان كلمته يعني تسير على الجميع، ومع ذلك وكان خرجوا بيكسب احترام المسلمين قبل المسيحيين، ومع ذلك خرجوا في ماسبيرو وماتوا في ماسبيرو. وانا كنت في نفس اليوم مع قداسه البابا شنودة، وكنا مسافرين في المطار ومسافرين وسايبين المشكله كانت موجوده، كان يوم احد والناس كانت متضايقه انه مسافر، لكن قال هعمل ايه الشباب. طب فكره الخروج على يعني راس الكنيسه البابا شنودة في هذا التوقيت او حتى حاليا مع البابا تودروس؟ لا مش خروج على الكنيسه، يعني لا ده الوضع يعني بقى الطبيعي. في توجه مختلف، يعني في دوافع معينه بتحرك الشباب المسيحي او لا الوضع المواطن الطبيعي. المسيحي الشاب المسيحي شأنه شأن الشاب المسلم، الغلاء ينطبق على الاثنين، الخطر على الاثنين، البطاله على الاثنين، كل ما يصيب الشاب المسلم والمراه المسلمه يصيب المسيحي والمراه المسيحيه، لانه نقتسم اللقمه واحده. يا اخي هو مواطن مصري. مواطن مصري. وسوري يعني اذا كان الكنيسه والمسجد هتهيمن على الشاب في حياته اليوميه اقول له لا سوري، انت تديني العظه، انت تشدني روحيا، انت تقول لي ما تعملش شر ما تعملش خطيه، لكن ما تقوليش تشتغل ازاي وما تعملش ازاي وما تطالبش بحقك ازاي. لا تستطيع الكنيسه، انا اتكلم عن الكنيسه، لا تستطيع الكنيسه النهارده ان تقول لاحد واحد من الشباب لا تخرج النهارده، لا يمكن. الكنائس اليوم النهارده الاحد في كنائس اغلقت لانه الشباب قالوا مش راح تصلي النهارده. طب الم توجه الكنيسه يعني المسيحيين في فتره من الفترات بان يفعل كذا او لا يفعل كذا، مثلا في انتخابات الرئاسه على سبيل المثال او بعض الامور المتشابهه؟ شوف في وقت الرئاسه طبعا كان في موقف للمسيحيين، يا ترى اللي جاي ده هيبقى نظام ديني ولا نظام مدني؟ وانا ضد حكايه انه النظام الليبرالي ده ولا لا، هو مدني ودين. نعم. ودايما بنقول لا خلطة، الدين اسمى بكثير من نظام الحكم. علمني ايماني اسلك في حكمي مسلكا امنا وسليما وعادلا. لكن اذا كنت هتحاسبني بالقواعد الدينيه وانت لا تعدل، انت هتخليني ابتعد عن الايمان، لاني لا ارى نموذجا ولا ارى مثالا ولا ارى احتزب مين. اذا كان اللي بيعظني انا القسيس بوعظ وبعمل حاجه تانية مختلفه ولست في صالح الناس، مين هيسمعني؟ الدين اسمى بكثير من لعبه السياسه. نعم. طيب فضيله الشيخ